السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخواني سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. لو سمحت يا مولانا، امبارح الخط قطع عن رأس فضيلتك، فلو تسمح لي استأنس سؤالي. اسأل سؤالك. كنت بسأل فضيلتك عن حكم الصور الكرتونية اللي بستخدمها في فيديوهات الأحاديث. الصور الكرتونية؟ أيوة، صورة للراجل أو ست. هي مكروهة، لا نستطيع أن نجزم بتحريمها، لأنه ليس فيها مضاهاة تامة لخلق الله. فلذلك أقول عادي ولا إيه؟ ها؟ أستخدمها للمنفعة أكتر في فيديوهات بسجل فيها حديث الرسول؟ ما أنا بقول لك، يعني لا أستطيع الجزم بتحريمها، تحريم الكرتونية، أنه ليس فيها على الحقيقة شيء يشابهها حقيقة، يعني على الحقيقة. فهي جائزة مع الكراهة، أمكنك الاستغناء وأنا أستغني عنها. رأيت فيها نفعا فنحن مع النفع إن شاء الله، ما لم يكن ثم نص يحرم. السلام عليكم. شكرا مولانا. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أنا لو ممكن كنت اشتريت علبة بلح، فكانت العلبة فيها بعض التمرات السيئة يعني فردة يعني، فكلمت صاحب المحل فكان بعت لي علبة مكانها، وخد الباقي من العلبة اللي انا استخدمتها، وكان فيها تاخد منها حبة حلوين يعني. فحكم ان انا اخد العلبة اللي هي بعتها لي كلها ايه؟ روح ادفع له 2 جنيه او 10 جنيه وتحلل منه. هو شركة كبيرة يعني اللي هو الطحان، فمش عارف يعني، مش هعرف اكلمه يعني كده. فممكن اعزل كمية البلح اللي هو التاكل مثلا وادي الحد؟ ان شاء الله ناتي لك بالمسامحة منه ان شاء الله. بس يعني كحكم شرعي يعني شيخنا، حكم شرعي انك انك اكلت منها ترد ثمن الاكل بس. ماشي يا شيخ. لأن ما في كرتون التمر بتسلم من بعض الأشياء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. سؤالي عن كفارة اليمين بلا أمر عليك. كفارة اليمين؟ نعم، كفارة اليمين بالنسبة للإطعام أو كسوة 10 مساكين، هل يشترط فيهم البلوغ؟ طبعا انت لن تنتقي اطفالا تعطيهم وجبة الاطفال الصغيرة، لا يعني لا يشترط فيهم البلوغ، لكن الوجبة نفسها تكفي البالغ. نعم، الوجبة تكفي البالغ، اما هو يأكل صغير او كبير يكفي اكفاء البالغ. تكفي البالغ، الوجبة تكفي البالغ. نعم، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. تفضلي. أنا زوجي من فترة، من أسبوع يعني، كانت بنتي بتروح دروس رياضة يعني كاراتيه، تدريب كاراتيه وكده. فاليوم ده قال للبنت الصغيرة عليا الطلاق بالتلاتة، ما انت راح خلاص ما رحناش، بقالنا حصتين ما بنروحش.
كان النهاردة قال لي وديها. كفر عن يمينه. اللي هو؟ إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين. نعم. وهو كده طلاق ماشي ولا؟ لا لا يحسب. لا يحسب ولا طلقة ولا حاجة. مش قلنا لك لا يحسب. ماشي شكرا شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلك عندي سؤالين لو وقت فضلك يسمح. اتفضل. السؤال الأول، هل الصبور اسم من أسماء الله عز وجل اعتمادا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل؟ لا، لا تشتق الأسماء من الأفعال على الراجح. تمام، يعني الصبور ليس من أسماء الله عز وجل. لم يثبت به سند. لازم يكون به سند طبعا. نعم يا سيد. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عزيزة يا سيدنا، كان عندي سؤال ثاني. تفضل. هل حضرتك العقيقة في اليوم السابع العبرة بالذبح أم العبرة بالإطعام؟ يعني إذا ذبحته في السابع وأطعمته في السابع. العبرة بالذبح. العبرة بالذبح. أي ممكن تأكل وتدخر كيف تشاء. تمام، بارك الله فيكم يا سيدنا. شكرا. الأضاحي، تعرف الأضاحي؟ الأضاحي تذبح يوم النحر أو أيام التشريق وتدخل كيف شئت. يبقى إذا تقاس على الأضاحي. الله يبارك فيك. بارك الله في علمك. حياك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لي ولك الفردوس الأعلى والدخول الجنة بغير حساب ولا صابك عزيز. يا رب. لي ولأهلك وللعلماء ولمن هي إن شاء الله زوجتي يا رب العالمين. اللهم آمين. والسمعين والسمعات. اللهم آمين. هناك سؤال وطلب يا شيخ. تفضل. السؤال، سمعت مقطع لابن عثيمين في التوكل على الله وفي الداخلين الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، فمنهم الذين يسترقون، يعني اللي هم مثلا حد رقاهم وكذا، تمام؟ لا يسترقون. لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية لأنفسهم. طب أنا في فترة من الفترات كنت بطلب الرقية لنفسي، فبعدين بقى عندي علم، فهل ده يمنع؟ إن كنت جاهلا ما عفو عنك إن شاء الله. كان عندي علم بس ما كنتش بنفس اليقين يعني. خلاص، لله الأمر من قبل ومن بعد. تمام. طلبي أن تسأل لي من كل خير سأل منه محمد، وتستعيذ لي من كل شر استعاذ منه محمد. الله يبنى محمد. وياك الله المستعان. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ. الحمد لله. بعد إذن حضرتك عندي سؤالين إن شاء الله. تفضل. أنا عندي ابن 7 سنوات باخده يصلي معايا، بحاول إن أنا أوقفه جنبي عشان يتعود على الصلاة. 7 سنوات مش مميز يعني. أيوه. يجوز إن أنا أوقفه في الصف الأول في نص الصف لو ما لقيتش الأطراف فاضية ولا كده مخالف؟ والله أقول لك يعني الأطراف أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يليني منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. لو أنا لقيت الأطراف مشغولة وخدته جنب بنية إنه ما يلعبش ورا الواحد، مش حكاية البنية إنه ما يلعبش، حكاية إن حديث الرسول ليليني منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، فإذا كل واحد جاب ابنه الصغير 7 سنوات في الصف جنبه يقطع الصفوف شوية، الولد يلعب الولد يجري، فقدر الاستطاعة وقروا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصف الأول يكون فيه العقلاء والنبلاء، كان لابد يكون في الطرف، ما فيش مشكلة تذهب للطرف الصف وتقول لواحد تعالى قف مكاني وأنا قف مكانك، بس لا يقطع الصفوف. سامعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. تفضل يا عبد الرحمن، الشاشة ما عليها أسئلة. تفضل ارفع صوتك يا حبيبي. دلوقتي أنا ارفع صوتك، الله يغفر لك. دلوقتي بس كان في سؤال عند، يعني عايز اسال حضرتك بس، يعني اخد بس يعني حضرتك يا حبيبي ارفع صوتك واسرع. انا دلوقتي يعني انا كنت الحمد لله يعني بصلي وبصلي في المسجد كل صلاه في وقتها، بس كان في ذنب معين يعني انا بجاهد ان انا ابعد عنه، بس كل شويه بقع وبقوم ان انا مش عارف ان انا ابعد عنه. فانا هل يعني ابتعد عن مكان هذا الذنب واسال الله العون. السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك، نعم، كانت جدتي رحمها الله كانت بتروح لإبراهيم الدسوقي والكلام ده يعني، وكانت بتحط فلوس وكده، فهل يعذر لهم بالجهل ولا؟ إحنا ما قاعدة العذر بالجهل، لأن الله قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، قل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. طيب يا شيخ مصطفى، هو في حاجة اسمها كرامة ولا مش اسمها ايه؟ في حاجة اسمها كرامة، كرامات ولا كرامات؟ اي في، يؤيد الله بها من يشاء. انشق القمر على عهد الرسول موسى عليه السلام، ألقى العصا فإذا هي حية تسعى، أدخل يده فإذا هي بيضاء للناظرين، إبراهيم ألقي في النار كانت عليه بردا وسلاما، سليمان سخرت له الريح. لا بنتكلم كرامات للأشخاص العاديين مش الرسل يا شيخ مصطفى. خرج عباد بن بشر وسيد بن حضير من عند رسول الله وفي يديهما عصا في ليلة مظلمة، فأنارت العصا لهما في الطريق، لما افترق النور مع هذا الجزء مع هذا الجزء كثيرة جدا. شرب خالد السم فلم يضره، قيل له خالد احذر السم لا تسقيك والأعاجم، قال اتوني به فشربه رضي الله عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. انا احبك في الله يا شيخنا. احبك الله الذي احببتنا فيه. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. بالنسبه لمحفظه فودافون كاش، هل فيها حرمانيه؟ لا مش حرمانيه ان شاء الله. يعني ما يعني مثلا لو بستخدمها في مثلا شواء او حاجات من ديت ما فيهاش اي حرمانيه او كده؟ انا قلت لك الفودافون كاش ما فيها حرمانيه. الله يسلمك، شكرا. مرحبا يا شيخ محمد مشعل يا ابن مريم، وزادك الله يا ام فهمي من فضلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كان عندي بس سؤال ثاني يا شيخنا ان شاء الله. اتفضل يا حبيبي. هو تضعيف حديث العجم في الصلاة يقتضي ان انا حديث العجم في الصلاة ضعيف، وصورته ان الشخص اذا اراد ان يقوم فعل هكذا كهيئة العاجن، الحديث ضعيف، انما الثابت يعتمد على يديه. يعني كف ايدي ابسط ايدي الاثنين واعتمد عليهم. نعم. ممكن اقوم كالعاجم، بس مقتنع اعتقد ان مش دي السنه، بس لو انا راح في ان انا اقوم كالعاجل مثلا في بعض الاحيان ما في امر معين. يجوز إيه؟ تعتمد على يديك باي صيغه من صيغ الاعتماد. اعتمد على كفوف ايدي، بطن ايدي. يا اخي الامر في ساعة، لا تعقد المسائل، الله يغفر لك. يعني بس خلصنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ ايمن بن توفيق دياب، سلمك الله. جزاكم الله خير يا امل بنت بدير، بارك الله فيك يا ايمان. السلام عليكم.
إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله فيك وأطال في عمرك وعمر العلماء. في طاعة الله جميعا. اللهم أمين. أريد أن أتعلم العلم الشرعي، فبماذا تنصحني في البداية؟ بالقرآن والسنة المباركة، كتاب الله تحفظه جيدا، خير العلوم على الإطلاق، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبماذا تنصحني بكتب العقيدة؟ العقيدة يعني العقيدة في الله، العقيدة في بصفة عامة في الملائكة والنبيين وإلى آخره. إذا كانت العقيدة معينة حضرتك تنصحني بها؟ نعم، لك عندنا كتاب هدية اسمه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. فإن شاء الله لك هدية، دي عقيدتنا في الله. تمام، في إمكانية إن أنا أجل حضرتك في المنصورة؟ تشرف. تمام، في أيام معينة ولا؟ يعني الغالب الأحد، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس إن شاء الله. أوقات من إمتى لإمتى؟ بعد الظهر، لك في أي صلاة، في أي صلاة، لكن بين الصلوات يصعب تجدني. جزاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم، بارك الله فيك يا شريف. السلام. نعم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من دولة العراق. وبعد. الله يسلمك شيخ، حاب استفسر عن حديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لا تقام الساعة إلا على لكع باللكع، من هو لكع المذكور في الحديث؟ لا تقوم الساعة، لا مش كده، مش لا لفظه. على لكع بال مش لفظه بنفس اللفظ، لكن اللكع، اللكع والعياذ بالله، كلمة اللكع لها أكثر من معنى. كلمة اللكع أحيانا تطلق على الصغير، وأحيانا تطلق كلمة اللكع على الشخص السيء، الشخص السيء. نعم. أنت يعني شيخ، هل هو كافر أم لا؟ نعم، في الحديث هل هو كافر أم لا المذكور في الحديث؟ لا، ليس فيه لفظ الكفر. ليس كافرا؟ هو لفظه لا تقوم الساعة تكون نعم. أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، وقيل فيها من لا يعرف أصله ولا نسبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أحمدك بشكل من ربنا يحفظك. الحمد لله. لو سمحت، الحساب الجاري في البنك بدون فوائد لا بأس، إذا احتجت إليه أو إذا أخذت فوائد أو عوائد، يعني إذا أخذت عوائد تخلص منها. هو يعني أنا عايز أعمل حساب جاري، فمش عارف يعني. ما في مشكلة، أعمل حساب جاري، وإذا ضيفت عليه فوائد لا تستعملها. يعني لكن ما فيش مشكلة إن شاء الله. مش مشكلة، جزاكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله، اتفضل. حضرتك كنت وعدتنا بإعداد سلسلة في الأحاديث الصحيحة منذ فترة طويلة، يعني مجتهدون فيها الحمد لله، مجتهدون فيها. ربنا يستر الحال. طب ليه سؤال تاني يا شيخنا؟ اتفضل. بالنسبة لصحة حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل جسد الأنبياء، يعني هل اتكاء سيدنا سليمان على العصا لعدة أيام ممكن يدل على صحة الحديث ده ولا؟ أنت تذكر أننا تكلمنا في هذا الحديث من ناحية السند، وأن فيه راوي اسمه عبد الرحمن بن يزيد. اختلف هل هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة أو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم المجهول. في بعض النسخ أنه ابن جابر الثقة، لكن الإمام البخاري رحمة الله عليه وأبو حاتم الرازي رحمة الله عليه يميلان إلى أنه المجهول، عليه لا يصح سنده. أنا أقصد اللي هي القصة المشهورة، يعني سليمان فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دبة الأرض تأكل من ساته، هالة استثنائية. لا يعني ممكن يكون وقف مثلا عدة أيام
ممكن نقف. تمام. والله فعل ذلك لغاية ولعلة، عفوا، لعلة يعلمها ربي. مرحبا بك يا أخي محمد بن حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله في نعم من الله. يا رب أجعلنا شكر نعمك يا رب. كنت محتاج بس أسأل على حاجة بس يا سيدي. اتفضل. جزاك الله بالفضل. أيوة. كنت كان معايا مبلغ يعني من المال، كنت عاوز اجيب عربيه بالقسط بس عن طريق شركه ما يعني بالاسماء. نعم. كان معايا مبلغ. السلام عليكم. وعليكم السلام، اخبارك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير والله، الحمد لله الحمد. أريد لله. اريد اسالك كم سؤال يا شيخ. تفضل. ان هو دعاء الاستفتاح هل له موعد محدد في الصلاه، ولا في اي وقت ادخل في الصلاه اقول دعاء الاستفتاح؟ لا يعني بالنسبه لك انت اذا كبرت تكبيره الاحرام بعد تكبيره احرامك. يعني لو الامام في الركعه الثانيه وانا اول ركعه علي عادي؟ اذا كنت ستدرك الفاتحه. طب في مواضع انت عفوا، اذا خيرت بين الفاتحه او الوقت لا يسمح الا بالفاتحه او بدعاء الاستفتاح، تقدم ماذا؟ نعم. اذا انت دخلت في الركعه الثانيه ووقت الركعه لا يسمح الا بالفاتحه او بدعاء الاستفتاح، انت تختار ماذا؟ سأقرأ الفاتحه. لا فقيه، الحمد لله. الحمد لله. سؤال ثاني يا شيخ. تفضل. مواضع، هل في مواضع للتكبير في الصلاه؟ مثلا لو انا في السجود وقائم للقيام، يعني اقول الله اكبر انا وساجد انا وقائم السجود على طول، ولا لما اقف ولا بالضبط؟ نعم. يعني انا اقم لما اسجد في الصلاه وعاوز اقوم من السجود، هل اقول الله اكبر اثناء القيام من السجود مباشره، ولا حد لما اقف في الصلاه تماما؟ الامر واسع. الامر واسع. اريد مثلا عن صحه حديثين يا شيخ. تفضل. حديث اللي هو في صلاة الظهر، من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع حرم الله جسده على النار. في مقال. وحديث من صلى قبل، رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربع. ضعيف الإسناد. بارك الله فيك يا شيخ. مرحبا الشيخ أيمن دياب. الشيخ أيمن دياب يسأل سؤالا فيه، هو جاء متأخرا عن صلاة الجنازة والناس سلموا وفي واحد متأخر مثله، هل يأتم به في صلاة الجنازة؟ ما ورد في ذلك شأن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو لم تصلي وحدك ما في مشكلة، الأمر سهل. سلمك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حالي طيب الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ، هل هو لازم لما تيجي تطلع صدقة أو زكاة أو كده لازم تطلعها للناس بتصلي، يعني فقراء بس فيهم ناس ما بيصلوش ونصحناهم كتير إيه الأولى عندك يعني من وجهة نظرك؟ من وجهة نظرك واحد مصلي فقير والثاني غير مصلي وفقير، تعطيها لمن؟ صح، أجل اللي بيصلي. خلاص الله يحفظك، هذا الذي نريده خروجا من الخلافات. ولك بمثل يا أم معاذ الدجوي، وبك يا فتح بن عثمان بارك الله فيك، ولك يا أم سلامك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. الحمد لله، زي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله الحمد لله. بسأل بخصوص حاجة تخص عمي، عمي توفى الله يرحمه. الله يرحمه. متوفى وترك من الاولاد خمس بنات وولد. طيب. وكان له وديعه في البنك. والوديعه دي بفوائد بنكيه. وبعد. فالابناء معترضين. ما في ابناء موافقين على فك الوديعه، وكان الاب في فتره مرضه قبل الوفاه كان قال ان الوديعه حرام وعاوزين نفكها، ولكن توفاه الله قبل ان يفك الوديعه.
الابناء معترضين، في ابناء موافقين وفي ابناء معترضين. هل اي واحد ممكن يفك الوديعه؟ لا ما عنديش علم بخصوص ان اي واحد لازم كلهم ولا واحد. شوف يا اخي، لو انت رجل صالح ابتعد عن اي صوره من صور الربا، حتى لو بقيت الوديعه واستلمتم المبلغ خذ الاصل الحلال وتخلص من الاصل الباقي على سبيل التخلص منه لاي فقير. تمام. بس. أعانك الله يا أمل بنت بدير، وأنت يا مصطفى بن محمد بارك الله فيك. البث جيد يا عبد الرحمن. الأخت تقول البث جيد من فضل الله. حسب اللمبة بتش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ مصطفى، أنا كان عندي بس سؤال لحضرتك. دلوقتي يعني أنا زوجي تزوج عليا في السر وكده، وبعدين هو يعني أنا عندي يعني ربنا رزقني بنات، وبعد هو كان يعني عايز ولد وكده، فاعتقاد منه إن ربنا هيرزقه بالولد من زوجة تانية يعني، وهو ربنا رزقه بالولد فعلا، وبعدها الحمد لله أنا كمان ربنا رزقني بالولد. أنا بعد ما عرفت الموضوع علمت بالموضوع يعني كده، هو قال لي من بعدها بدأ يعني يأثر معايا في موضوع المصاريف، بيتكلم فيه كتير مصاريف وكده، وبقى يأثر معايا في يعني أشياء أخرى وكده. فأنا عايز أعرف دلوقتي يعني هو التأثير ده يعني ده من شروط الجواز يعني؟ هو دلوقتي يعني هو المفروض كان يبقى يعني مقتدر، هو مقتدر ماديا الحمد لله، بس يعني هو ده شروط الزواج التاني إن هو ممكن ما يأثرش في بيته الأولاني ولا ده؟ عايز يعني مش فاهم أنا، يعني هو الآن يعني يعدل في النفقة أو لا يعدل؟ هو يعدل، بس هو طبعا هو كان يعني كان كل حاجة لينا احنا، دلوقتي هو بقى يعني عشان يقدر يفتح بيت تاني ويستمر فيه بقى الموضوع بيتقسم يعني. لما بيقسم بينك وبين الزوجة، يعني إذا أعطاك 1000 يعطي الزوجة 1000، لكن يبقى حق الأبناء. أيوه فهمي كده، قولي صح، أنت تعدل بيننا، انت اعطيتني 1000 تعطي الاخرى 1000، لكن عندي 5 اولاد وعندها ولد واحد، فيعطي الاولاد مصاريف. هي كانت متزوجه وارمله ومعها 3 اولاد، وهم الحمد لله اولادها الاخر اولادها، هي ليسوا باولاده. هو بيقول لي كفاله يتيم وصدقات وكده، مع ان هم مش محتاجين. خلاص كفالة. هو لما اجي ولادي محتاجين حاجه يقول لي مثلا يعني ما فيش وكده. والله يا اختي الكريمه اسالك، زوجك راجل مصلي؟ ايوه نعم رجل مصلي. الحمد لله نظن انه سيكون عادل، لن يضيع اولاده واولاده. هو مش يعني هو مقصر بظروف ان هو يعني بقى فاتح بيت تاني. هو الحمد لله يعني كان ربنا يعني جات يوم من الايام بعد الزواج الثاني ده الموضوع بدا يعني سبحان الله يعني هو يعني مش عارف اقول لحضرتك. اصبري ظروف اقل على قد اكتر يعني اقل. اصبري ان شاء الله باذنك يا رب تتسع الامور ان شاء الله. اصبري. طيب ممكن اعرف من حضرتك يعني هي كانت يعني شروط الزواج الثاني ان هو يكون مثلا مقتدر ماديا وصحيا وكده، ولا ده مش من شروطه؟ شروط الزواج الثاني ما ياثرش معايا، ما ياثرش معايا انا في اي حاجه. الرسول يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فالباءة تشمل الامرين، تشمل الجماع. روح ربنا يغنيك من فضله، الصلح خير. اللهم امين. لن يفوتك شيء مقدر لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحه يا رب. لو سمحت يا شيخ، ايه هي صحه حديث المرأة الاعلى؟ أتاني رب الليلة في أحسن صورة فقال يا محمد أتدري ما الكفارات؟ هذا الحديث أيوه أراه معلولا، يعني ضعيف؟ أراه معلولا، طرقه يرجع بعضها إلى بعض ويعل بعضها بعضا. فوجهة نظري بعد بحث هو حسنه هذا من العلماء، لكن أراه معلولا. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى. تفضل.
بارك الله فيك. دلوقتي يا شيخ مصطفى، لو انا في خطبه الجمعه والناس جت الدعاء يعني اخر الخطبه الامام بيدعو والناس بترفع ايدها، هل رفع الايد هنا سنه مستحبه ولا هو مش سنه؟ الامر واسع، لا تعقد المسائل. طيب بالنسبه اثناء الدعاء في المقابر، يعني لو في الخطيب بيخطب على المقابر بيدي كلمه وبيدعو للمتوفي، هنا برضو رفع الايد؟ ورفعها سهولة يعني. الدعاء الجماعي عند المقابر بصوت مرتفع مع رفع الأيدي لم يرد عن النبي عليه السلام. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ سيد الأقدر، سلمك الله، شكر الله لك ولك بمثل ما دعوت به. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير من فضل الله يا رب دايما في نعم من الله. بقول لحضرتك يا شيخ، نعم. أنا جوزي دلوقتي حالف عليا بالطلاق، يعني إيه في طلقتين بس كده، قاعد يقول لي عليا الطلاق بالتلاتة، أنت طالق 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 وعليا الطلاق تاني. المشكلة إن إحنا عمال أقول تعالى نروح للشيخ وكده عشان يعرف يحدد بينا وكده، مش راضي يروح، أعمل إيه؟ أول مرة يقول لك أنت طالق؟ أول مرة قال لي أنت طالق بالتلاتة. طيب. وتاني مرة قال لي نحن أنت طالق. تاني مرة عفوا، تاني مرة بعدها بكم؟ بعدها بثلاث شهور كده. كان راجع اليك يعني بعد المره الاولى؟ ايوه تمام. وسال في حاجه ثالثه ولا اثنين بس؟ لا هم اثنين بس. في مره قلت له انت مش انت نيتك ايه؟ انا نيتي مش طلاق، انا نيتي الاثنين مقصود. اذا قال انت طالق صريحه لا تحتاج الى سؤاله عن نيته، لان الكلمه نفسها تدل على النيه. دل على النية. النية هو قال لي نيتي مش طلاق. بقول لك هي تدل على النية. أنت طالق لا نحتاج نسأله عن نيته. تفهم الكلام؟ فاهمة حضرتك. واحد قال لزوجتي أنت طالق، خلاص مش هنقول له نيتك، ولا الدين يضيع بهذه الطريقة. يعني كده وقعت ولا كده؟ وقعت تطليقتان. باقية إذا قال لك أنت طالق مرة ثانية اتركي له البيت ويفك بجلدك، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. دلوقتي أنا صليت ورا شيخ يقرأ يعني نص سورة الفاتحة في مسك واحد. نص الفاتحة. يعني يزيد فيها زي قراءة المياتم. اللي هي قراءة الفاتحة كده. الصلاة صحيحة. طب هل يجوز قراءتها كده؟ خلاف الاولى في الصلوات. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك. كان عندي سؤال بعد اذن حضرتك. تفضل. المواطن اللي يجوز لي ان انا ارفع فيها ايدي في الدعاء في التامين، يعني لو احنا مثلا قاعدين كده مجموعه وحد بيدعي واحنا بنامن وراه، هل يجوز لي ان انا امور يعني خفيفه شويه؟ يعني اذا واحد بيقول مثلا الله يبارك فيكم يا جماعه جزاكم الله، لا هو يعني مثلا على المقابر مثلا بعد بس اصبر عليه بس اتفضل. يعني في عفويا واحد جاء وانت جالس قال الله يبارك فيك، قلت اللهم امين اللهم امين، فيها مشكله؟ لا ما فيهاش مشكله. ما فيش مشكله. السؤال على الدعاء عند القبر. اولا الدعاء الجماعي عند القبر لم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام، انما حث استغفروا لاخيكم فانه الان يسال، اسال الله التثبيت. لكن كدعاء جماعي كموعظة جماعية وبعدها الدعاء الجماعي، الدعاء الجماعي لم يرد عند القبر عن رسول الله. بارك الله فيك. وبكم يا أختي نهى حافظ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا المبارك بارك الله في عمرك. وفي عمرك بارك الله. الله يكرمك يا مولانا. وإياك. مولانا استفسار بس يا مولانا بعد إذنك. تفضل. بقولك انا في واحد صديق ليا
خد مبلغ من المال من حد قريبه يعني. طيب. فكان عاوز يستفسر هما يعني على سبيل اللي هو يشغله له ويطلع له منه ربح. طيب. هما ما اتفقوش على حاجه معينه. ما اتفقوش مع بعض على حاجه معينه. طيب. يعني في يعني في ثقه ما بينهم يعني. إيه؟ هو الاخ هما اتفقوش على حاجه معينه. اي لن يتفقوا على شيء معين وبعد. فهو الاخ اللي خد الاموال ده فكان بيسال يعني هو دلوقتي مثلا يطلع الربح يعني على العرف السائد في المهنه. العرف السائد في المهنه. ايوه. ماشي يا مولانا ماشي. بارك الله فيك يا امير الزيات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. يا شيخنا عندي سؤال. سل. عمتي منذ فترة كبيرة لأن أمها توفيت أخذت الذهب كله بتاع أمها وفي ورث آخرون ولها عند أبوها أرض وتطالب عليها، وكان أبوها يقول تجيب الذهب انقسمه وتاخذ الأرض. قاعد سؤال ثاني. إيه؟ هذه السؤال من الأول. بارك الله فيك يا ابنتنا عائشة. عاد سؤالك. عمتي منذ فترة كبيرة أمها توفيت. عمتك منذ فترة كبيرة أمها توفيت. يعني جدتك. أيوه. إيه. وأخذت الذهب كله بتاع أمها لوحدها. عمتك أخذ ذهب جدتك كلها بدون أبوك. كان موجود ولا كان ميت؟ كان موجود. طيب يعني عمتك ظلمت والدك وبعدين؟ ولها عند ابوها ارض هي عمتي ولها عند ابوها ارض، فجابوك ياخذ الارض مكان الذهب. ايه؟ ابوك يريد ياخذ الارض مكان الذهب ولا ايه بالضبط؟ لا هي كانت تبالغ على الارض، الجد تقول عايز الارض بتاعتي، جد يقول لها هات الذهب انقسموه واديك الارض. وجد الان توفي، فالسؤال يا شيخ يعني ما الحل؟ اريد ان جد يرتاح في قبره، الحل ايه دلوقتي؟ كان هو توفي عليه رحمة الله، ترك الدعاء له. الله يرحمه. يعني الآن هي مش الظالمة عمتك الآن صح ولا غلط؟ أيوة خدت الذهب كله. أيوة. طيب. ترد الذهب. ليها أرض عندنا. نعم. ليها أرض عندنا هي. خذوا من الأرض قدر نصيبكم في الذهب. على سعر الآن، على سعر الذهب الآن والأرض الآن، على السعر الحالي. أيوة. الذهب الان والارض الان. ماشي يا شيخنا، شكرا يا شيخ. كلن ياخذ نصيبه في التركه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بال صبي على امه فصلت ولم تطهر المكان. الصلاة صحيحة وبعد تغسل الملابس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا. الله يبارك فيك. مرحبا شيخ إيهاب، تفضل. ما حكم صبغ الشعر الأبيض؟ ها صبغ الشعر الأبيض؟ نعم. من السائل أنت من؟ أنا باسم. باسم؟ يا باسم أنت هل رأيت في حياتك واحد صبغ الشعر بالأبيض؟ يعني شعر الشيبي لو واحد صبغ شعره. أنت يعني أنت تصبغ بالأبيض؟ عفوا أنت تقول صبغ الشعر الأبيض ولا صبغ الشعر بالأبيض؟ لا صبغ الشعر الأبيض. صبغ الشعر الأبيض. نعم. أيوة 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 أيوة. لا بأس. ولا؟ لا بأس بصبغ الشعر إلا أنه يتقى صبغه بالسواد أحوط. نعم. هل في فضلية لاستصباغ الشعر الأبيض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه عام الفتح ورأسه كالثغام بياضا من شدة البياض، قال غيروا هذا الشيب. في رواية جنبوه السواد لكنها ضعيفة. نعم يعني يعني سنة. يستحب تغيير البياض لكن المحتج على
للوجه الآخر يقول إن النبي ما صبغ. لكن كلام النبي ما كان لم تكن لحياته بيضت اشتعل فيها البياض. نعم. الله يكرمك. ما العلة شيخنا يعني من عدم اصدار حضراتكم من عدم ايه؟ ما العلة من عدم صبغ الشعر في حضراتكم بلون غير المشيب يعني بلون غير أنا نفسي يعني شخصيا؟ نعم. والله يا أخي إن صبغت ليس علي جناح وإن لم أصبغ ليس علي جناح والرسول ما صبغ لكن لم تكن لحياته اشتدت بياضا وإن صبغ شخص فهو الأفضل. نعم. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبنا. نعم اتفضل. كنا في وقت متسع بس اقرا حضرتك ثلاث اسئلة عن الفريق كده. اتفضل. السؤال واحد قراءة القرآن على الملح ورشه في أركان الشقة عندي وفي المحل التجاري. لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا علمت عن أحد من الصحابة. السؤال الثاني لو أنا عندي مستأجر يجوز إن أنا أزود عليه الأجرة؟ يعني بعد ما يدفع مثلا 100 جنيه ينفع ان انا ازود عليه هو قاعد مفتوح ممكن ان انا ازود عليه الاجره ده حلال ولا حرام؟ في اذا جئتم تجددون العقد؟ لا هو واخد عقد مفتوح يعني مدة من جدي مثلا ينفع ان انا ازود عليه الاجره؟ ما انا مش فاهم يعني ايه افتراضي يعني بيني وبينه والله مثلا زود انت تديني 100 جنيه لا انا عايزك تزودني مثلا 200 هو موافق على كده؟ يعني انا اقول له اصلا هو وافق ولا كده كده حلال ولا فيها حاجه؟ لا ما هو اذا كان من حقك تفسخ العقد. لا مش من حقي لانه عقد مفتوح اللي هو القدوم اللي هو القديم ده. يعني هو وجدك يؤجر له كان جدك عارف انه لن يخرج ولا هو اجبر جدك على عدم خروجه؟ لا هو جدي كاتب له الشقه اللي هو واخدها عقد مفتوح مدى الحياه. انا دلوقتي جاي لا اسمع كان في عقود قديمه كان المالك بيكتب عقد مع المستاجر بحيث ان المالك اذا اراد ان يخرج المستاجر خرج المستاجر اراد يخرج من قبل نفسه خرج فجاءت الثوره المصريه الاولى اجبرت المالك على عدم اخراج المستاجر تمام فاذا كان من هذا النوع يجوز لك ان تطلب لأنه ظلم تمام لكن إذا كان جدك بطيب من نفس طيبة من نفسه دون ضغوط من الحكومة كتب له العقد بصيغة معينة والثاني وافق تمضى الصيغة تمام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله الشيخ مصطفى حياك يا شيخ سيد تفضل الحمد لله كان في سؤال ما لا تكرمت تفضل تقول طالبها في طب او حيوانها في الطب لكن لها في محاسن التدريب او التعلم وما شابه ذلك وتحضر مؤتمرات بينها وبين المحافظه بتاعتها 6 ساعات بالقطار وتسعى لوحيدها لحالها تسعى لحكم السفر ده ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. يعني 6 ساعات بالقطار لا ما تسافرش فيهم؟ أنا بقول لك واسمع الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. هكذا جاءت الرواية مطلقة حديث ابن عباس غير مقيدة وفي بعض الطرق عن ابن عمر وعن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره وعن غيرهم مقيده احيانا بيوم وليله احيانا بيومين وليلتين احيانا بثلاث ايام بلاليها قال النووي وروايه ابن عباس العامه قاضيه على الروايات كلها تمام لحظه بس اصبر علي فالاصل منع سفر المرأة بدون محرم إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة وكانت معها رفقة آمنة تمام فهمت الكلام؟ تمام
اتفضل. طيب السؤال الثاني بيقول حكم نظر طالبة الطب من اجل الاختبار او التدريب للعورة المغلظة للرجل او المرأة؟ التدريب له حكمه والاستثناءات لا، هذه من الاستثناءات، تغض البصر قدر الاستطاعة. بارك الله فيك يا دكتور عمرو ابن عبد الهادي وزادك الله حسن خلق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الشيخ مصطفى. معك مصطفى تفضل. ربنا يجزيك خير يا رب. لو سمحت، انا بشتغل في بورصه الاسهم، في البورصه المصريه، يعني بشتغل في الاسهم تمام، وطبعا ما بشتغلش في القطاعات اللي هي البنوك والخمور والسياحه والكلام ده كله، يعني بنشتغل في الحاجات اللي هي المشروع، العقارات، المصانع، الكلام ده يعني تمام. ولكن بعض الشركات دي بيبقى ليها نشاط ربوي، سواء ان هي بتاخد قروض من البنوك او ان هي بتعمل ايداعات في بنوك، ولكن انا ماليش سلطه على. لكن انا اسالك سؤال. نعم. انا اسالك سؤالا. اتفضل. انا جئت اشتري من عندكم 10 اسهم من شركه الحديد مثلا. تمام. ما الذي ادراني وانا لست بصاحب خبره أن السهم المعلن عندكم يوازي ويساوي القيمة الحقيقية له؟ تمام. يعني هب أنكم أسستم شركة لإنتاج الحديد. تمام. تكلفت الشركة مثلا 1,000,000. تمام. وخرجتم على الناس قلتم يا جماعة نحن سنفتح الباب للمساهمات والشركة تكلفت 3,000,000. تمام. من يجعلني أصدقكم؟ وطبعا في حاجه اسمها اصلاح وقوائم ماليه ورقابه ماليه. القوائم الماليه دي كلها مش شغل حكومه ولا لا؟ اه. واذا كنت انا لا اثق في هذا. تمام. للتلاعب الذي يصدر من بعض المسؤولين. تمام. دخل وزير معاكم في شركه، ارتفع سهم الشركه من 10 الى 20 لاشتراك الوزير فقط. تمام. لعلي اذكر في بعض دول الخليج شركه كبرى، دخل واحد من الأمراء ارتفع سعر السهم فور دخولي 3 أضعاف. تمام. أنا كرجل أتابع العمل أريد أن أشترك في أشتري أسهم. طيب هل السهم فعلا ربح 3 أضعاف بين يوم وليلة والأصول لا تساويه؟ فهذه المشكلة هي التي أبني عليها القول في في البورصة المبنية على الأسهم. مبني على الأسهم، هو جهالة سعر السهم الحقيقية، والله أعلم. طيب لو ليها نشاط الآن بتتحرى وتقول في شركات مشتبهة وشركات حلال وشركات محرمة، هذا جزء، لكن الجزء الأساسي والذي سألنا عنه بعض المفتين في بعض دول الخليج، وجه لي هذا السؤال، كيف أثق؟ هو جالس يفصل في شركة حرام، شركة مثلا دعارة مثلا كلها حرام، في شركة مختلطة، في شركات حلال محض زي شركة الجبنة، لكن كان السؤال موجه إليه، كيف أوقن أن سعر السهم المعلن هو الحقيقي؟ فقال لنا أجهزة تراقب. طب هب أنني لا أثق في الأجهزة، لا أثق في هذه الأجهزة التي تقول أنها تراقب، لأن المسؤولين في بعض الدول يتلعبون في المسائل هذه. قال هذا الذي عندنا. شكرا، سلام عليكم. وقد مش كلام سلام عليك أنت يعني. وبالفعل ما هي إلا سنة وسقطت جل شركات الأسهم هذه. طيب يعني شركة أغنام ليس لها ليس عندها أي أصول، واخدة شقة فقط وسهمها يرتفع اليوم من 100 ل 1,100. طبعا في شركات فيها تلاعب انا مقر بكده، ولكن في شركات برضو يعني ليها اسم وليها سمعه وفي مراقبه عليها ان ما بيحصلش. خلاص انت واثق، خلاص انت واثق، انت الذي تتحمل، بس انا انصح نفسي الا اشترك. ده في الشركات اللي نشاطها حلال، ما مش بنوك ولا بتبيع. انا قلت ولا خلاص ما فيش مشكله، ما فيش، ولكن انا ماليش سلطه على مجلس الاداره بتاعها، واخد بالك؟ يعني انا ماليش سلطه في مجلس الاداره، انا واخد جزء سهم، جزء من الشركه، فهل هي بتتعامل مع البنوك
بتاخد قروض او بتدي ايداعات. فهل انا انا قلت لك رايي في الاساس، لكن اضافه الى ما ذكر من الراي المذكور ان جل هذه الشركات التي انت تقول انها حلال تدعى اموالها في البنوك، الوزارات كلها بتدعى اموالها في كلها البنوك. كلها يعني معظمها بلا استثناء يعني بيتحط. الله يوسع عليك وتعمل لك نشاط حلال طيب غير مشبوه يا رب. نفع الله بك يا ياسر بن عسل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا مصطفى. حياك. بارك الله فيك. تقول يا شيخنا هي دخلت عشان تعتزل غسل الحائض اغمى عليها وشالوها حطوها على السرير. الان هي ما اغتسلتش فهتعمل ايه؟ تتيمم ولا تتيمم؟ تغسل ازاي؟ تتيمم اذا لم تستطع الغسل. بارك الله لك في دعوتك وعلمك واهلك ومالك وولدك. لك بمثل فضيلة الشيخ سيد. بارك الله فيك. والوالد الشيخ سيد الاجدر بارك الله فيه وفي ذريته. السلام عليكم. الحضور جميعا يا اخي. الله يبارك عبد الحميد. ايش هو السؤال يعني شيخ مصطفى؟ اتفضل. وانا في حد عندي مبلغ من المال يعني شخص فانا اشتريت به وعنه على سبيل الامانه بس مش اكتر يعني. فانا اشتريت به ذهب، فالذهب سعره مثلا زاد 3 أضعاف 4 أضعاف، فهل كده عليه حاجه له؟ يعني هو طلب المال في اي يوم اللي هو المال اللي عينه عندي، هل ان انا عليه له جزء من الربح او اي حاجه من الحاجات ولا هو لا. انت ضامن فقط المال. طيب لكن لو اعطيته حاجه كده من ذوقك جايز، لكن لست ها؟ بملزم. لست ملزم. طيب شكرا ربنا يخليك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل. انا كلام كيفك يا شيخ مصطفى؟ يا رب تكون بخير. الحمد لله بخير. الله يبارك لك. الله يجزيك خير يا رب. يا شيخ مصطفى كنت حابب اسالك على موضوع البيوت اللي انا مقيم برا في اوروبا يعني، والبيوت اللي هي بندفع لها مقدم. مفهوم القصة، مفهوم القصة. طبعا انت تقول الايجار اغلى من القسط. تمام. فيعني المسألة بالنسبة لكم مادية. تمام. الناحية الشرعية لا تجوز. الشرعية الناحية الشرعية لا تجوز، لكن انتم امام الله ممكن تتعللوا بيع الا امام الله ما نافع ربا، والله اعلم. الله اعلم. بارك الله فيك يا سعد السعيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم. الحمد لله طيب. استاذنك كنت عايز ان انا استفسر عن حاجه. رجل متقدم لزواج بنتي. اتفضل. فمش عايز يكتب قايمه وبيقول لي لا القايمه لا يعني وكده. انت حر انت هو. حاجه ترجع ليك وترجع لي. لكن انا اسالك هو لا يريد ان يكتب قايمه، قل خلاص ما فيش مشكله، بس هتدفع فلوس مهر كام للبنت؟ هل هيدفع قيمه القايمه؟ هو عايز يجهز كل حاجه وبيقول لي هو كل بس انا البنت لها مهر. ده جاهز فرش هو ينام عليه. فين مهر البنت اذا طلقت ترمى في الشارع؟ فين اين مهر البنت؟ بس حدد معه مهر بنتك يجيبه، هو ما يجيبش انت حر. طب هو مش عايز ان هو يجيب حاجه زي كده. يا انت حر، ما هي بنتك سلعة جيدة، بنتك بنت طيبة وجميلة. لا انا عايز لبنتي مهر 1,000,000 مثلا. انت حر، ما احد يلومك. خلاص يا ابني انت ما تريدش تكتب قايمة وانا اريد مهر بنتي. مهر بنتك كم يا عمي؟ قل له اللي انت عايزه. قل له اريد مهر بنتي 500,000 جنيه، اريد مهر بنتي 200 جرام ده. انت حر. ماشي. انت فاهم كلام؟ فاهم فاهم. ما تاخذ انت قيمه العفش اللي هو يجيبه 100 جرام ذهب تشغلهم احسن لك من شويه الكراكيب اللي بتيجي وتترمي. خلاص خذه على قد عقله، بس قل له انت فين مهر ابنتي؟ اين مهر ابنتي؟ احنا عندنا في مصر المهر يتمثل في الاتي ذكره، يتمثل في الذهب الشبكه وفي المؤخر وفي الاثاث الذي ياتي به الزوج. فهو لا يريد ان يكتب الاساس، تقول حاضر ادفع قيمه الاساس اللي انت تجيبه. بس خلص ولن يرضى.
شكرا شكرا. فهمت كلامي؟ هو لن يرضى. فهم. لأنه ممكن ثاني يوم يطرد ابنتك ويجيب على واحدة. يجيب على نفس الفراش فيها. خلاص هو براحته يجيب واحدة يجيب عشرة بس يديني مهر بنتي بس. أنت فهم كلامي جيدا؟ فهم فهم كلام جيد. خلاص أنت لا تريد يا أخي تكتب قائمة بس اديني أعطيني مهر ابنتي وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قليل أو كثير على ما تتفقان عليه أنتم. أكيد شكرا. البنت جميلة كبر مهرك ماشي. إن شاء الله. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. ماذا عندك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ هو حضرتك بتقبل الهدايا البسيطة؟ نعم. هل تقبل الهدايا؟ أقبل الهدايا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. تمام جزاك الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت الشيخ مصطفى في الحديث الشريف ان عرش الرحمن اهتز لسيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم رضي الله عنه وارضاه. انا لا افهم عن هذا الحديث فلو تتكرم علي. على ظاهره كان بعض الأنصار من قبيلة الخزرج يغمز في الحديث ويقول إنما اهتز السرير للتنافس الذي كان بين الأوس والخزرج في الفضائل. فقال أحد الخزرجيين أحد الخزرجيين بل اهتز عرش الرحمن. نعم على ظاهره. على ظاهر يا شيخ لا يمثل انتقاص من قيمة العرش او والله يا اخي احنا العرش. مشكلتنا في هل الرسول قال او لم يقل؟ اذا الرسول قال والله عليه السلام قال خلاص سمعا وطاعة لرسول الله. سمعا وطاعة ولكن نريد ان نفهم معناه فاذا جدلنا احلم اهل البوكر ردنا عليه. انا قلت كما قال رسول الله وسلامتك. السلام عليكم. أنا لا أزيد على النص يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يا شيخ هو في نظام الدروس عندك يا شيخ اللي بيحضر درس المغرب ما بيحضرش درس العشاء؟ شيخ مصطفى. كلمني على الهاتف الخاص أبين لك بعض أمري إن شاء الله. طب معلش بس يا شيخ عشان انا تعبت انا عم كلمني في الهاتف الخاص ارسل رساله واطلبك ان شاء الله. المستعان. السلام عليكم. كلمني في الهاتف الخاص. السلام عليكم. واطلبك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ التجاره الالكترونيه يا اخي بلان لو محترم فضلا عن المتدين بلان السيجارة الالكترونية. هل ترى الذين يستعملون السيجارة الالكترونية ناس فضلاء او ناس سقط؟ يعني انا طب ممكن ابين صورة كده معينة؟ بين فضل ان مثلا ممكن ترسل صورتها كده اللي انت بتستعملها كده على الشاشة. نعم ممكن ترسل الصورة على الشاشة كده السيجارة الالكترونية. لا لا ده انا لسه هشتغل فيها. لا ما اشتغلش فيها. الله يكرمك الله يبارك فيك. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. لا مش طب انا هقول حاجة بس بعد اذن حضرتك. اتفضل. ان بضاعة تيجي مثلا من الصين ابيعها في دولة تانية. طب وليه طيب؟ هل هي زي الصورة اللي تقصدها حضرتك؟ ما انصحك ببيع هذا. ادخل في بيع الحلال وانشر الخير وانشر ال البيعه دي محرمه بسبب ايه؟ يذكر الاطباء ان لها عدد من الاضرار ايضا والله اعلم.
الواحد يشتغل يقابل ربه. إذا سألك يا ربي من أين أتيت بهذا المال يا فلان، يا ربي شربت للناس عسلا وبعته لهم تجارة حلال أحللتها يا ربي، إنما كل اشتريت سجاير وبعتها يا ربي. صح صح يا أخ الله يغفر لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا السؤال أخي لو سمحت. اتفضل يا حبيبي. أنا أجر دلوقتي لشخص عيني المحل 5 سنين، بعد 3 سنوات أرد الشخص إن هو يخرج، قال أنا عايز أمشي. هل السنتين اللي باقيين دول يجوز إن أنا أخصم الإيجار بتاعهم من التأمين ولا لا يجوز؟ شكرا جدا لحضرتك. صبرا معي الله يكرمك. هل يجوز إن أنا أخصم من التأمين اللي هو مدوني السنتين اللي باقيين ولا الإيجار؟ صبرا. أنتم متفقون على أن الإيجار 5 سنوات. تمام. لكن الدفع مشاهرة. تمام. صح كده؟ صح كده. صح كده، متفقون على الدفع مشاهرة. والعرف الجاري يقول ممكن أن يخرج قبل 5 سنوات. أليس العرف يقول ذلك؟ أنا كاتب معاه في العقد إن هو واخد مني مثلا العين ديت 5 سنين، فهو قرب بعد 3 سنوات قال لي أنا همشي. ولسه فاضله 2 سنين، هو مديني تأمين، التأمين اللي هو مديني دوت يجوز إن أنا أخصم. هو قانون يعني هو يجوز. يجوز، لكن ليس من المروءة. تمام يعني حرام يعني. ليس من المروءة. لما يقصد الكوثر يا كوثر، لما يقصد السجائر الإلكترونية يا أخي الكوثر العزبي، يقول السجائر الإلكترونية. صح يا جماعة ولا أنا غلطان؟ عشان كده قلنا فيها بعض الأضرار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مولانا، كيف حالك؟ الحمد لله انا طيب من فضل الله. بارك الله فيك وفي علمك يا رب. يا رب واياك. اللهم امين يا رب. الله يبارك. استاذنك يا مولانا ممكن اسجل بس؟ سجل والله المستعان. الله المستعان يا رب، ربنا يعينك ويعيننا على الصلاه يا رب. يا رب امين. اللهم امين يا رب. معاك يا مولانا ثانيه واحده، انا اسف بس معلش. اتفضل. الله يبارك لك يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. التجاره الالكترونيه. عفوا لحظه لحظه. ايوه مولانا معاك ناس. التجاره الالكترونيه تختلف عن السجائر الالكترونيه. تفضل خلاص سل. طيب يا مولانا الله يبارك لك. كنت من حوالي 2.5 أو 3 سنين تزوجت زواج بدون ولي، والحمد لله تخلصت منه لان فضلتك كنت قلت لي ايه لا يجوز. طيب. حاول ان انت تعدل نفسك وتعلم تعلم حد من اهلها او كده، فالمهم ما ارتضوش، فالحمد لله تخلصت ونسأل الله أن يتوب علينا يا رب. فما كنتش دفعت في الزواج ده، كنت متزوج زواج فرع يعني. خليك لحظة معايا كده لحظة. الأخ يقول التجارة الإلكترونية كان فتوانا مبنية على السجارة الإلكترونية. أما السجارة الإلكترونية لازم نفصل وناخذ معه إن شاء الله. تفضل تفضل يا سائلي. مولانا مع حضرتك. تفضل. نسأل الله أن يتوب علينا يا رب من هذا الذنب. طب ليه ما صلحتش؟ والله ولدها ما وافقش. ما وافقش ومحدش من اهلها وافق. فالمشكله دلوقتي في ان انا ما كنتش لا كتبت قايمه ولا اديتها مهر ولا كان في اي شيء مقابل الزواج. فانا يعني حسيت بظلم الايام دي بذنب، فبعت رساله مع واحد ليها العدم اللي انا اختلط اختلاط مباشر يحصل في الامور امور، ونسال الله ايه ان يعافينا يا رب. هي تزوجت؟ فلما هي تزوجت. السلام عليكم. بهذا القدر أستجزئ حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق من قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق.
اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقة. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا خير الرازقين ارزقنا، يا خير الغافرين اغفر لنا، يا خير الفاتحين افتح علينا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير المنزلين أكرم منازلنا ووسع مداخلنا، يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربي حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله